بالنسبه للقائمه النهائيه كنت شفتها ازاي؟ القائمه النهائيه اعلن عنها كابتن حسام البدري بالنسبه لمنتخب مصر، وشايف في حد اتظلم كان المفروض يبقى في القائمه دي ولا لا؟ ايه الضحكه دي يا كابتن؟ الضحكه دي هقول لك بامان، انا زعلان على احمد فتحي ده بامانه. احمد فتحي راجل ولعب كويس. مروان محسن انا مستغرب، يعني انا اكتر واحد استغربت له مروان محسن بره القايمه. احمد فتحي كلام كتير اتقال، انا مش هتكلم في الكلام الكتير اللي اتقال دوت ايا كان شكله. كهربا يا كابتن ما لسه هقوله، لسه التالت لسه هقوله مستعجله. كهربا لا 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 كهربا الثلاثه دول مش هقول ان هم عمود فقري، او الثلاثه دول انا شايفهم قريبين جدا من تشكيله منتخب مصر. الدليل ان مروان محسن كل المديرين الفنيين اللي مسكوا منتخب مصر من سنتين وفي النادي الاهلي تحديدا مروان محسن كان بيبقى نمره واحد. مش معقوله امكانيات مروان محسن وكل المديرين الفنيين اللي بيجوا مختلف الجنسيات ومروان محسن بيتحط او بيتفرض عليهم. هو مش بيوفق نفسه غير بالايه؟ غير بلعبه، غير بادائه، وغير بتنفيذه للتعليمات. بيفرق كتير جدا ان اللعيب يأدي كويس قوي اللي مطلوب منه من المدير الفني، وان اللعيب ده مع اي حد بيبقى اساسي. انا مستغرب. كهربا مش عارف يعني بعده من القايمه سببه نفسته، ممكن بيغضب شويه، متسربع، مش عارف. لكن هم الثلاثه دول اكتر ثلاثه بالنسبه لي كانوا مؤثرين جدا، او انا استغربت انهم يكونوا بره قائمه المنتخب. يعني هو كهربا وارد انضمامه، ولكن حتى لو نرفزته يعني احنا بنتكلم برضو فنان يا كابتن، يعني لاعب كبير وتقيل ويفيد المنتخب بشكل كبير. ممكن مدير فني يقول لك اللاعب ده ممكن يخسرني تغييره، او ممكن ياثر على اللعيبه اللي حواليه. انا 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 مش انا مش بت يعني مش بهاجم كابتن حسام او بدافع عنه، لكن انا بقول ممكن الفكر للمدير الفني او للجهاز بيبقى بتوصل لايه؟ يعني بتوصل بعض الاحيان في الانديه وليس في المنتخبات ان انا لعيب احس انه لو حد استفزه او ممكن يوظف المباراه او ممكن يخسرني تغييره، انا اكون في حاجه ليها. ده ممكن يكون تفكيره. وممكن برضو عدم لعب كهربا الفتره الاخرانيه بشكل دائم ممكن يكون حاطه في دماغه، بس لكن انا واثق في امكانياته.